سؤال من امتحان. في السؤال ده عايز الايكويفالنت ريزيستنس ما بين A و B، يعني اكن ما بين A و B في بطارية. وحضرتك اتفضل اعمل السيريس والبارل، ولو شكل المسألة ملعبك شوية ممكن تشتغل بالبوينت ميثود. يلا بينا نجرب البوينت ميثود. بعد البوزيتيف بوينت نمبر 1 هتعدي ريزيستنس الرقم اللي بعده بوينت نمبر 2، هتعدي ريزيستنس بوينت نمبر 3 لحظة واحدة. ما تكتبش الرقم الجديد الا لما تخلص القديم. بوينت 2 مخلص لسه نفس السلك نفس الرقم، الاثنين دول تو زي بعض. هتعدي ريزيستنس بقى اكتب رقم 3 ونفس السلك نفس الرقم 3، نفس السلك نفس الرقم 3، نفس الرقم 3، نفس الرقم 3. كل دول نقطة واحدة سلكة واحدة 3. هتعدي ريزيستنس الرقم اللي بعده 4، نفس السلك 4. الحمد لله على السلامة. آخر رقم إيدك كتبته عند النيجاتيف بتاع البطارية، يبقى أنت كده عملت الأرقام صح. 1 2 3 4. وابتدي ارسم من جديد ما بين 1 و 2 في 2.4 اوم اهي، ما بين ال 2 و 3 في ال 4 وال 6 لهم نفس البداية ونفس النهاية، دول بارلل مع بعض، نفس البداية ونفس النهاية. وعود نفسك لما بترسم في البوينت ميثود دايما فكر بارلل، يعني بعد ما اخلص الرسمة هبتدي بال 4 وال 6 بارلل، ما بين 3 و 4 في ال 3.6 اهي، وما بين ال 2 وال 4 في ال 12 اهي. كده الرسمة خلصت. بس حاجة غريبة جدا، ال 5 اوم دي انا ما رسمتهاش. ليه ما رسمتهاش؟ علشان لما يكون عندنا ريزيستنس بدايتها ونهايتها نفس الرقم 3 و 3، دي حاجة اسمها شورت سيركت، تتلغي تتشال ما تترسمش، اصلها بارلل مع السلكة الحمراء دي. تعتبر السلكة الحمراء دي في المنهج اسمها جامبر واير، بارلل مع الفايف، الفايف تتشال تتلغي مش موجودة. الرسمة دي بقت بالمنظر ده. لو هتبتدي تحل فكر دايما بارلل. الفور والسكس الاتنين الصفر دول بارلل، البرودكت على الصم لما تحسبها بالكالكليتر 24 على 10 تطلع 2.4 رسمة جديدة، واشيل منها الاتنين الصفر وفي مكانهم اكتب 2.4، والباقي سيبه زي ما هو، انا ما جيتش جنبه. دي زي ما هي 2.4، دي زي ما هي 3.6، ودي ال 12 زي ما هي. دايما فكر بارل. ال 12 اللي متشعلقة تحت دي بارل مع مين؟ هل مع 2.4 بس ولا 3.6 بس ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض سيريس، يعني 2.4 بلس 3.6 الاثنين سيريس يدولنا 6 اوم. يعني ارسم رسمه جديده، او قبل رسمه جديده عشان ما نقعدش نضيع وقت، ال 6 اوم اللي فوق دي دول مع بعض ب 6 مع ال 12 اللي تحت، ال 6 وال 12 الاثنين بارلل، البرودكت على الصم 6 و 12 لما احسبها بالكالكليتر اعتقد كانت بتدي 4، تدي 4 فعلا. ارسم بقى رسمه جديده للي فضل، هتبقى خلاص رسمه صغنطوطه خالص. اللي فضل معايا مكان الصفر والزرق دول فضل 4 اهي، وال 2.4 اللي على الجنب زي ما هي، مش فاضل غير ال 2.4 وال 4، مش فاضل غيرهم هما الاثنين سيريس. يعني اقدر اقول الار ايكويفالنت 2.4 بلس 4 6.4، يعني الاجابه بتاعت السؤال موجوده في تشويس بي. اشوفكم في السؤال اللي بعده.